أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج استشارات قانونية. الحقيقة سنة الله في خلقه أن جعل العلاقات الإنسانية قائمة على القوانين، قوانين منظمة لتلك العلاقات، فلا يمكن أن تستقيم الحياة بلا قانون. وإن تحدثنا عن قانون فإننا نتحدث عن رأس الجسد، فلا يمكن أن يعيش جسد بلا رأس. القانون أعزائي المشاهدين له أهمية بالغة في حياتنا، وإن نظر البعض إلى برنامج استشارات قانونية على أنه برنامج مكمل، فأعتقد أنه لابد أن يغير هذا المفهوم، لأن القانون يدخل في كل حياتنا، بيدخل في كل تصرفاتنا، بيدخل في كل مجالاتنا، سواء في العمل، سواء في المنزل، سواء هو القانون المنظم لحياتنا بشكل عام. وبالتالي أنا أعتقد أن برنامج استشارات قانونية هو برنامج هام للغاية في كل إنسان. لابد على كل إنسان أن تكون لديه ثقافة قانونية، كما ندعو دائما الناس إلى أن تكون لديهم ثقافة طبية أو ثقافة عامة أو ثقافة، حتى أحيانا ندعوهم إلى الثقافة الجنسية في بعض الأحيان. فالثقافة القانونية لها أهمية بالغة، لأن القانون لا ينفصل عن حياتنا ولا يمكن أن ننفصل عن القانون. وبالتالي في حلقة اليوم نتطرق إلى العديد من الموضوعات ذات البعد القانوني، والتي تحتاج منا إلى أن نطلع على تفاصيلها وعلى موقعها أو إعراضها القانوني من خلال استضافتنا في هذه الحلقة. الحقيقة هو أنا ما أقدرش أقول إن هو ضيف، ده أنا بعتبر نفسي أنا اللي ضيفه، وهو صاحب مكان، لأنه هو حد عزيز علينا وعزيز على جمهور قناة الصحراء الجمال، سيد المستشار مؤمن العقيلي، المحامي بن نقدي، المستشار القانوني، والحقيقة كل حاجة في القانون كمان. أهلا بيك يا فندم. أنا أستاذ المشاهدين، برحب بيك يا فندم جدا. ونبدأ موضوعنا. الحقيقة أنا يعني النهاردة لما قالوا لي ان حضرتك معانا النهارده، طبعا كنت في غايه السعاده لتقديري الشخصي ليك اولا، ثانيا لان انا اعلم تماما ان حضرتك يعني على قدر كبير جدا من العلم والمهنيه، يعني نقول رفيعه المستوى. اشكرك حبيبي. وبالتالي قررت ان استغل هذه الحلقه القصيره في اكبر كم ممكن من التساؤلات القانونيه، فارجو ان يتسع صدرك لي وان يتسع الوقت بعض الشيء في تلك الحلقه. بحط نفسي مكان كل مشاهد، مكان كل انسان ممكن تكون عنده اسئله محتاج يعرفها. فممكن تكون وفعلا بعض الناس حملوني امانه ان انا انقل تساؤلاتهم القانونيه لحضرتك. اول حاجه نتكلم الاول عشان نفهم الناس يعني ايه القانون. احنا بنسمع دايما بعض المفاهيم القانونيه زي كلمه جنايه وزي كلمه جنحه، في فرق بين الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. انت كده بدات سخن زي ما بيقولوا كده، بنتكلم على القانون الجنائي. القانون الجنائي هو طبعا احد افرع القوانين اللي زي ما حضرتك تفضلت وشرحت دلوقتي، ان اي مجتمع لابد ان يحكم العلاقات فيه قانون، لان دون القانون المجتمع يصبح غابه. بس بشرط ان يطبق هذا القانون على الكل سواسيه. عندما يطبق القانون تستقيم العدل وتتحقق المساواة بين الأفراد، والكل يعلم تماما ما له من حقوق وما عليه من واجبات. فيما يتعلق بالفرق بين الجناية والجنحة، وزي ما قلت احنا بنتكلم كده على القانون الجنائي. الجناية في القانون الجنائي ببساطة شديدة عشان السادة المشاهدين يعلموها، هي اللي تتراوح العقوبة فيها حد أدنى 3 سنوات وحد أقصى 25 سنة، اللي هو بيسموه السجن المؤبد، وفي في مكان آخر عقوبة الإعدام. يعني عقوبة الإعدام هي من العقوبات المنصوص عليها في الجناية، وعلى سبيل المثال جريمة القتل العمد المقترن بجرائم سرقة الإسارة والترصد. أما الجنحة فهي الأخف وطأة من الجناية، وهي اللي يكون عقوبتها الحبس.
إذن فالجناية العقوبة بتاعتها السجن، ولها مسميات، هذا السجن له مسميات، في عقوبة جناية يبقى سجن، في سجن مشدد، في أشغال شقة مؤقتة، في أشغال شقة مؤبدة، في إعدام، دي عقوبات منصوص عليها في قانون العقوبات تتعلق بعقوبة الجناية. أما فيما يتعلق بالجنحة ففي العقوبة بتاعتها الحبس البسيط، عقوبة الجنحة، والجنحة حد الأدنى الحبس فيها 24 ساعة وحد أقصى 3 سنوات، أو إن كان في بعض الجنح بتشدد فيها العقوبة تصل إلى 5 سنوات حسب ظروف الجنحة والظروف والملابسات اللي حاطط بها والنص العقابي اللي بيحكم. طب دكتور السؤال هنا فاتوا معلش، حضرتك ذكرت الفرق بين الجنحة والجناية، فإن الجناية ممكن تصل العقوبة فيها إلى حد الإعدام. نعم. وهناك عقوبات مشددة، أما بالنسبة للجنحة فيكون الحبس فيها يعني يكون محدود المدة. نعم. قلنا كده. نعم. إنجاز التعبير يعني. نعم. طب في ممكن نقول جرائم بتكون العقوبة فيها مقصورة على الغرامة فقط، دي بتصنف إيه قانون؟ لا دي بتصنف مخالفة. مخالفة. احنا القانون الجنائي، انا برضو عشان يشمل الموضوع، هو القانون الجنائي عبارة عن ايه؟ جناية، جريمة تشكل جناية، جريمة تشكل جنحة، جريمة تشكل مخالفة. الجناية عقوبتها السجن زي ما قلت لسعادتك، وان اختلف المسمى، سجن مؤبد، سجن مؤقت، اعدام، سجن مشدد، سجن فقط. الجنحة عقوبتها الحبس، اما المخالفة عقوبتها الغرامة المالية، ما فيهاش حبس. فهم الثلاثة دول بيشكلوا مع بعض القانون الجنائي، ثلاثة، الجناية والجنحة والمخالفة، بيطلق عليهم القانون الجنائي، ولكل منهما عقوبة، واللي بيحدد العقوبة في حد أدنى وفي حد أقصى للعقوبة منصوص عليها في القانون. اللي بيحدد العقوبة دي القاضي اللي بينظر القضية حسب ظروف وملابسات وأوراق كل قضية اللي بتختلف عن التانية. طيب عندما نتحدث عن مفاهيم فلابد أن نتطرق إلى كل احتمالات أو الاحتمالات اللي ممكن تندرج تحت هذه المفاهيم. نعم. هناك بعض الأمور ربما ليس منصوص عليها في القانون، ولكن تم استحداث قوانين منظمة لها قد تكون بقرارات حكومية. أيوة. على سبيل المثال مثلا المرور وقانون المرور. تمام. لما تكون في مخالفة معينة، حضرتك صنفت الغرامة على أنها مخالفة وليست جنحة. تمام. ولا جناية. طب هناك بعض المخالفات المرورية التي استحدث قانون لها ينص على العقوبة فيها أن تكون العقوبة فيها بالغرامة وأحيانا تكون بالحبس، تصنيف الدائري. بص أقول حاجة، لو اتكلمنا عن قانون المرور خصيصا، قانون المرور أنا من وجهة نظري الشخصية وقراره القانون محتاج تعديل، وإن كان أدخل تعديلات عليه في الفترة الحالية بمنشور بقانون زي ما سعادتك بتقول، او قرار منشور بقانون من رئاسه الجمهوريه، تعديلات بتشديد العقوبه في بعض مواد قانون المرور، ولكن برضو القانون كله محتاج اعاده نظر، محتاج تشريعات تشدد فيها العقوبه، لان انت حضرتك بتصير نقطه مهمه جدا، ان في غرامه رجم وفي عقوبات حبس. لا، النص العقابي في بعض مواد القانون عموما وفي قانون المرور خاصه بيقول ان العقوبة حالة ارتكاب هذه المخالفة او هذه الجريمة بتبقى العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين. والغالب والعرف السائد ان في قضايا المرور خصيصا لما تنظر امام القاضي او في نيابة المرور بيكتفى بعقوبة الغرامة اللي احيانا بتكون مش راضعة للمخالف. وبالتالي معلش هنستكمل حديثنا، ولكن معانا اتصال تليفوني من الزميله العزيزه الصحفيه دعاء حجازي، الصحفيه في جريده الشرق الاوسط. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت بس الصوت. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيبين، واعتذر يا رب ان البرنامج اللي حضرتك يكون منبر للي ملوش اي منبر او يكون ليه صدى. اتفضلي يا استاذ. خلاص يعني فقدنا من دقيقة كل شيء. اتفضلي يا فندم. في مشكلة ممكن اعرضها على سيادة المستشار بعد اذن حضرتك يا استاذ عمرو. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. قرية اس او اس حضرتك عارفها، اللي هي التابعة للمنظمة الدولية الاس او اس. نعم. دي قرية تمويلها كله من خارج، أجنبي مش مصري. تمام. هما بياخدوا الأطفال، يعني اللي عملها كان راجل أجنبي، يعني والله كتر خيره، يعني الله يرحمه بعد، برغم ديانته أو انتمائه إن هو فكر في الأطفال الأيتام عشان ما يبقوش
اللي بنسمي عليه دلوقتي او بنسمي اولاد شوارع. تمام. خد الاولاد دول وعمل لهم قرية في فرع السلطة وفرع في اسكندرية وفرع في القاهرة في الحي التاجع في مدينة نصر. زي نادي ايتام يعني؟ لا تعتبر على اكبر او على اوسع. على اوسع لان على اوسع لان اتاخد كل الاطفال الايتام اللي ما لهمش الاب والام ولا اقارب من الدرجه الاولى ولا اقارب من الدرجه الثانيه. نعم. معايا حضرتك؟ معايا حضرتك. اتفضلي. خدتهم من زمان، من الموضوع ده بقاله اكتر من 20 سنه. تمويلها مش مصري ولا بتاخد اي تبرعات من جمعيات مصريه ولا بتعمل اي اعلانات، كل تمويلها بالملايين خارجي من بره مصر. تمام. فهل يحق للمسؤولين جوه ان هم يطردوا الاولاد دول حتى لو هم اتجوزوا واتطلقوا ومعاهم اولاد ورجعوا تاني القريه، لان ده يبقى بيتهم زي ما اي حد، يعني زي ما احنا بنقول عندنا في المجتمع المصري لما اي زوجه ما بتتوفاش في زواجها فترجع بيت اهلها تاني. تمام. القريه دي بيتهم فرجعوا له تاني. هم هو حضرتك قانون ان هم يقطعوا عنهم المصروف الشهري اللي بيجي منه التمويل الدولي ليهم او ان هم يطردوهم بره الدار، ده قانون؟ انت بتتكلمي على المنظمه نفسها انها تكون بتطرد الاولاد دول مستقبلا يعني؟ لا، دي القريه والمسؤولين، المسؤولين جوه القريه في القاهره يا فندم. ايوه. مش المنظمه، لا. مصريين يعني اللي بيديروا الموضوع ده. بتكلم المصريين والمسؤولين داخل القريه دي. طب انت بتشتكي ان ايه؟ في سوء معامله مثلا او في تعذيب لهؤلاء الاولاد؟ لا، في سوء معامله ان هم يقولوا لهم لا انتوا اتجوزتوا وطلقتوا جايين باولادكم، طب ما هم ايتام، ما هو ما فيش درجه اقارب من الدرجه الاولى. ايوه. اي حق انت كده بتزود معدل الجريمه ان هم يرجعوا للشارع تاني. ايوه ايوه. وحضرتك عارف المجتمع المصري نظرته للمطلقه بيبقى عامل ازاي؟ نعم. طب انت كده بتزود في معدل الجريمه، بتزود في مصطلح اولاد الشوارع تاني. تمام. طب تحديدا يعني انت بتسالي عن ايه؟ انت بتسالي عن ايه تحديدا؟ يعني هل يحق قانونيا ان هم يتم طرد الاولاد دول من الدار؟ مين اللي يطردهم؟ المسؤول. المسؤول اللي بيديروا الدار. عن الدار الموجود هنا، المدير المسؤول عن الدار او القريه فرع القاهره اللي في الحي السابع. تمام خلاص ماشي، هجاوبك. حاضر. شكرا استاذ عاش، اشكرك. شكرا. بص هي طبعا بتصير موضوع في غايه الخطوره. نعم. الا وهو موضوع رعايه الاطفال الايتام داخل الملاجئ. هي اي ملجأ بس على اكبر زي ما حضرتها قالت. طبعا الموضوع ده بالذات عشان حساسيته بيخضع لضوابط ولوائح وقوانين وباشراف وزاره زي وزاره الشؤون الاجتماعيه او التضامن الاجتماعي. وفي لجان بتراقب على معاملته. ولنا يعني ايه مثال، عندما انتهكت حرمه هؤلاء الاطفال وتم تعذيبهم والاعتداء عليهم، القضية الشهيرة تم القبض على صاحب هذه المؤسسة أو هذه الدار وعوقب طبقا للقانون واتحكم عليه ب3 سنين ومحبوس دلوقتي. فطبعا الموضوع ما بيتركش كده. الأطفال دول كل طفل من دول له ملف، والملف ده فيه الحالة بتاعته، واللي بيدير المؤسسة دي بيخضع لرقابة الوزارة، والوزارة دي بتتابع طبقا للوائح والقوانين، وأي شكوى تقدم في أي دار من هذه الدارات من حق الوزارة انها تتحرى وتشوف وتعمل تحقيق وتشوف هل فعلا الشكوى دي جدية ولا لا. وطبعا المسؤولين اللي بيديروا هذه الدارة بيقع تحت طائلة القانون عندما يرتكبوا اي مخالفة ضد هذا الطفل، لان هذا الطفل اللي موجود اليتيم ده فيه قانون اسمه قانون الطفل بيحميه، هناك عقوبات منصوص عليها، هناك لوائح لازم الالتزام بها. فالموضوع ما بيتركش كده. فهو اجابة على السؤال بتاع مش من حق المسؤولين دول يطردوا هؤلاء الاطفال، والا يبقى كده عرض هذا الطفل للخطر وبالتالي يسأل هذا المسؤول في الجمعية او هذا الملجأ. فطبعا ما لا يمكن استحالة ان هو يطرده، ولو طرده تقدم بشكوى بالفعل وتقدم حالات مماثلة او حالات ان هي في اطفال معينين تم طردهم من هذه الدار، وبالتالي يعتبر المسؤول ان هذا الدار عرض هذا الطفل للخطر ويخضع تحت مسميات وعقوبات قانون التفريق. يعني هل معنى كده ان هو حضرتك بتقول ان يعني المسؤول عن الدار مش في انكابهم ده او قانونا؟ لا طبعا مش من حقه اصلا. لو كان صاحب الدار دي رجل اعمال كبير وعايز بقى يستثمر المكان ده وكده، وفعلا يعني نقدر نقول برضه ان يحق ليه ان هو يطردهم او كده؟ لا، هو لو انا فهمت مقصد سؤالك، يعني مثلا لو هو عايز يخلي هذا الدار من الايتام، نعم، برضه مش من حقه كده براحته. لا، لازم يخبر الجهه المختصه
ويتم توزيع هؤلاء الاطفال على ملاجئ تانية او على جمعيات اخرى بحيث العيال ما تمشيش في الشارع. ما ينفعش مين المسؤول عن طردهم ومين المسؤول ان هم ينزلوا الشارع؟ وزي ما هي بتقول كده بيساعد على انتشار معدل الجريمه. الموضوع مش ما بيتركش كده. ولو عمل كده دون الرجوع للمختصين عشان يوزعوا الاطفال دول يسال قانونا طبعا ويحاسب طبق القانون ويتعاقب، لان كده بيعرض هؤلاء الاطفال للخطر ان هم الاطفال دول يتامى وبيطلقهم في المجتمع هيتعلموا طبعا الحاجه مش كويسه وبالتالي هيرتكبوا الجريمه او ينحرفوا او السلوك بتاعهم هينحرف، بيعتبر هو مسؤول عن هذا الكلام، فما بيتركش هذا الكلام كده بحريته يعني. طب في حاله زي كده لو كان هناك ممكن نقول عمليه ابتزاز او سيطره او سطوه لهذا الرجل او سطوه للقائمين على هذا المكان، يعني ايه اللي المفروض يحصل او الاجراء اللي بيتبعوه هؤلاء اللي بيتعرضوا للخطر؟ الاخت دعاء الصحفيه اتكلمت دلوقتي. نعم. هي مواطنه شريفه صحفيه وشايفه مخالفات بترتكب وشايفه المسؤولين في هذه الدار كيف يديروا هذه الدار، لها ان تتقدم بشكوى لكل المخالفات اللي شافها للمختصين اللي هي وزارة التضامن، وتقول ان هناك دار بتمول من الخارج فكائنة في الحتة الفلانية، هذه الدار فيها ايتام ولكن الاطفال داخل الدار بيساء معاملتهم او مهددين بالطرد من الدار واطلاقهم في الشوارع، وبالتالي هي كده كمواطنة شريفة بتبلغ عن وضع مخالف للقانون. دلوقتي الوزارة بتتولى هذه الشكوى وبتحقق فيها وبتنتقل للدار وتشوف وتشكل لجنة وتشوف الموضوع ده ماشي ازاي وهل الشكوى جدية ولا لا. ان فعلا ثبت ان المسؤولين عن هذا الضرر ارتكبوا هذه المخالفات حتى تحت طائله القانون ويحال المحاكمه الجنائيه فورا، ما فيهاش كلام. طب بقى يعني عشان نربط ده بموضوعنا الاولاني موضوع الجنحه والجنايه، في هذه الحاله بنعتبر الاعتداء على حق الطفل جنحه ولا جنايه؟ جنحه. جنحه. في احوال جنحه وفي احوال جنايه. يعني تعريض حياه الاطفال للخطر نص قانون الطفل على حالات يعتبر فيها الطفل معرض للخطر. انك بتهيئ له اجواء للانحراف. دي حالة من حالات تعريض الطفل للخطر، زي الحالة اللي بتتكلم فيها الأستاذة دعاء إن هم يطردوا هؤلاء الأطفال ويطلقوا في الشوارع، أنت بتعرضه كده للخطر، طفل صغير وهينزل مجتمع والمجتمع فيه سلوكيات منحرفة وفيه عدم انضباط أحيانا وفيه جريمة منتشرة، فبالتالي أنت بتعرض الصغير للخطر، فأنت تعتبر كده ارتكبت جنحة، لكن في أحيان أخرى تعتبر جناية، زي جناية هتك العرض بالنسبة للأطفال، جناية القتل، جناية الاغتصاب. يعني الحاجات دي ممكن ترتكب في حق الطفل تبقى جنايه، فحسب ظروف ارتكاب الواقع تقدر تجازف ان كانت جنايه او جنحه. طيب في بنسمع عن الحبس الاحتياطي. نعم. الحبس الاحتياطي ده عباره عن ايه؟ الحبس الاحتياطي هو طبقا لقانون الاجراءات الجنائيه يجوز ان يحبس المتهم احتياطيا على ذمه التحقيقات في جنايه او جنحه. بمعنى اخر ان من يرتكب جنايه او يرتكب جنحة طبعا سلطة التحقيق النيابة العامة بتتولى التحقيق في هذه الجناية او الجنحة، بعد ما بتحقق النيابة بعد ما تحقق مع المتهم هناك قرارات النيابة بتصدرها، هذه القرارات هي اللي بيسموها اجراءات التحقيق. القرارات دي عشان توفى وعشان زي ما النيابة عايزاها تستوفى بتاخد وقت، فيجوز المحقق اللي هو وكيل النيابة وما بعده قاضي التحقيق وما بعده المحكمة انها تحبس المتهم احتياطيا على ذمة هذا القضية اذا كان في مصلحة التحقيق ذلك، وغالبا من النيابة العامة بتكون ترى حبس المتهم احتياطيا. طبعا المحامين اللي بيدافع عنه هو بيطلب اخلاء سبيله باي ضمان من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية. يعني احنا عايزين نقول الحبس الاحتياطي اخلاء سبيل المتهم او حبسه احتياطيا ده يعتبر قرار صادر من السلطة المختصة النيابة وما بعدها قاضي التحقيق اثناء نظر اجراءات التحقيق في الجناية او الجنحة. يعني المتهم يحبس احتياطيا على ذمه القضيه، عندما يخلى سبيل المتهم سواء كان هذا الاخلاء بضمان محل اقامته او بضمان كفاله ماليه او بضمان وظيفته بيبقى خرج على ذمه القضيه، مش معنى اخلاء سبيله معناه براءه. براءه طبعا، في ناس بتفهم غلط ان هو بيخلى سبيله والقضيه قبل ما تستوفى التحقيقات فيها وتنتهي النيابه في الاخر بتصرف يا اما تحفظ هذه القضيه لعدم معرفه مثلا كفايه الادله او عدم معرفه الفاعل او ايا كان السبب، يا اما تحيل المتهم للمحاكمه الجنائيه يبقى الملف والتحقيقات استوفت هو بره هو اخلى سبيله بس التحقيقات استوفت ويحال للمحاكمه الجنائيه، لكن لو هو محبوس احتياطيا بيتضرر موضوع الحبس الاحتياطي. سلطه النيابه العامه في الحبس الاحتياطي. انا مش عشان معانا بالتليفون ده بقاله فتره، معلش الاخ عبد السلام اتفضل. الو. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا بس عاوز اسال سؤال بس كده في مساله يعني. اتفضل يا فندم. اتفضل معاك الاستاذ مؤمن. احنا مكلمين حته ارض يعني مفقوده من فتره يعني، ومعانا العهد الاخضر، العهد الاصلي بتاع الارض يعني. عهد الاخضر، عهد مسجل، عقد مسجل وكل حاجه، مسجل شرعي. مسجل، والعهود القديمه الكبيره الخاصه. تمام تمام، اتفضل. اتفضل حضرتك. ايوه. ففي محامي استغل يعني جهل مثلا والدتي وكده، وبيعهم الارض دي وخد منهم العقد الاخضر وكل حاجه، بحيث ان هو هيجيب لهم ارض وكلام من ده يعني، ومضاهم يعني ان هم باعوا كده. مضاهم ان هم باعوا يعني. بس انا مش عارفه هي وصلت على ايه، ثقه يعني واثقه من المحامي ده، واخد بال حضرتك؟ فحصل كده يعني. ده نعمل معاه ايه؟ او ازاي نسترد الارض دي وهو ضحى يعني مع الارض كمان، وبيساوم اللي عايز يدفع يقول لهم خد 10,000 جنيه، مع ان الارض تجيب لها مثلا مبلغ كبير يعني. طيب انا بعد اذن حضرتك، هو مضاهم على عقود بيع يعني هذه الارض لاخرين، المحامي مضاهم على عقود بيع. على عقود بيع لاخرين. هو باعها. هو باع ازاي؟ ما الاخرين دول اشتروا. هو ناس تبعه يعني، باعها الناس تبعه، والناس باعوها للناس اللي طيب. هم اللي امتلكوها الان. نعم. نقف على مضاهم دي، معلش يعني. مضاهم دون رغبتهم ازاي؟ ولا هم على اساس ان قال لهم انا هجيب لكم الارض، وهم وثقوا فيه جامد يعني. هجيب لكم ارض ايه؟ ما كانش حد يعني حواليهم يعني. استنى خليك معايا يعني. خليك معايا، هجيب لكم ارض ايه؟ مش انت بتقول مضاهم؟ الارض بتاعتكم المفقوده دي، ان الناس مستحوذه عليها يعني، في ناس مستحوذه على الارض. لا انت الموضوع انت مش فاهمه، عشان كده مش عارف انه هو. انا هسالك سؤال يعني. انا عندي ارض انا تمام. مثلا عندي ارض، الارض دي هبيعها للاستاذ عمرو، تمام؟ وهو المحامي بتاعي، المحامي جابني انا، مضاني عقد بيع الارض للاستاذ عمرو. تمام كده. طيب هو بيع سليم، مفيش اي مشكله، انا مضيت والمحامي قال لي مضيت. يعني انا سذاجه الناس مضت اصلا على اساس ان هو يجيب لهم، لكن هو ما جاب لهمش حاجه. ولا قصدك نسج ليهم مثلا؟ هو بالظبط كده يعني هو نصب عليهم يعتبر يعني. يعشمهم بحاجه. عشمهم يجيب لهم الارض وكل حاجه، وهو مضاهم على عقد ان هم باعوا. ايوه. خد بال حضرتك؟ ما ادهمش حاجه. ما ادهمش الثمن يعني؟ ما ادهمش الثمن؟ ما خدوش الثمن، ما عرضوش الثمن. قول لي كده. تمام. شكرا. شكرا. بص، هو طبعا واضح من سؤاله كده ان في عمليه غبن او تدليس تبقى القانون، او خداع عشان نبسط المفهوم للناس اللي باعت دي من الاستاذ المحامي. طبعا المحامي ده مفروض امانه متوليها، وسند الوكاله حتى ده سند امانه يعني، سند وكاله انه امين عن مصلحه الموكل بتاعه. اي محامي متجاوز في النقابه العامه للمحاميه قد يقدم في شكوى تجرى تحقيقات فيه، ونشوف ان كان اخطا ولا لا، اخطا مهنيا ولا لا، وبيعاقب وبيتشطب وبيتوقف من الجدول، لان في اجراءات جزاءات للمحامي حددها قانون المحاماه. لكن فيما يتعلق بالعقد المضوء ده، هم من حقهم كده وعليهم عيد اثبات ذلك، ان يرفعوا دعوه ببطلان هذه العقود اللي وقعوا عليها، بس عليهم عيد اثبات ان هناك تدليس او غش وقعوا فيه من قبل الاستاذ المحامي او الناس التانيين، والدعوه دي في المحكمه بتقعد فتره شويه، وهم يقع عليهم عيب اثبات وجود هذا الغش. ايه ده يا فندم؟ يثبتوا ازاي يعني؟ زي انا اللي انا اعرفه حته عدم قيد الثمن، ان القانون قدامه ورق. ماشي حلو، هو العقد هو حته عدم قبض الثمن دي، ما دي برضه غش وتدليس. بس انا فعلا بقول لحضرتك على حاجه برضه، يمكن الاخ السائل ما وضحهاش، ان مساله اللي انا فهمته من السؤال ان هو تم البيع نهائي. نعم. واعتقد من قانون العقد البيع النهائي معناه انه مدفوع الثمن كامل. تمام. صحيح. تمام. ومنصوص في بند منه عن تم دفع مبلغ كذا اجمالي الثمن كاملا. يعني هو كده ايا كان. صعب جدا. ايا كان. هم عليهم عيب اثبات ان ما قبضوش. دعوه زي كده ممكن المحكمه تدخلها للتحقيق، ممكن تجيب شهود ويسمعوا وتطمئن المحكمه لهؤلاء الشهود او ما تطمئنش، ده شغل المحكمه. لو معاه مستندات، لو معاه اي امارات، اي قرائن، اي ادله من ادله الاثبات اللي نص عليها القانون، في دليل كتابي، في شهاده الشهود، في القرائن والادله، اي ادله اخرى يقدمها يثبت بيها انه لم يقبل الثمن، وبالتالي يعتبر ركن من اركان عقد البيع وخل بيه، اللي هو ركن الثمن. بس حضرتك لو هم عرفوا يثبتوا ده، لو ما عرفوش يثبتوا، ما اعتقدش. طيب كمان معانا على التليفون. الو الو الو، اتفضل. خير يا فندم. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك ان انا مراتي بعتها محل كوافير. كويس. تمام؟ اتفضل. الو؟
ايوه معاك اتفضل. انا مراتي قاعده محل كوافير. نعم. تمام؟ اه. وبعدين العقد ده قديم. ماشي. عقد قديم. من 82. كويس. وانا ابني ليه ابن محامي بس لسه يعني ثاني سنه ثاني حقوق يعني خلاص فضل 3 سنين. تمام. وهي توفت واصحاب المحل اصحاب البيت عايزين ياخدوا المحل ياخدوه ولا ما ياخدوش. يعني انت حضرتك بتشتغل نفس المهنه بتاعتها؟ لا انا معاش. انا معاش. ومفيش حد من اللي بيمتد لهم عقد الايجار ابنك ابنك مثلا او طب انت بص لك حاجه انت لو هتمارس نفس النشاط يمتد لك عقد الايجار. يعني اجيب طب ما ممكن اجيب حد يشتغل؟ ممكن ما تحت اشرافك. ما انت اللي موجود. اكيد واحدة طبيعية. ايوه انت موجود وهتبيع وانت اللي ممكن. ايوه فندم. يعني ممكن لما لو جبت حد يشتغل تحت اشرافك وتتواجد في المحل طالما المحل ونفس النشاط اللي حرر من اجل العقد هيمارس بعد وفاة المستاجر الاصلي فيمتد. مفيش مشكلة. لما تعتبر انت كده ممتد لك عقد الايجار بوفاة المستاجر الاصلي هي زوجتك وانت زوجها ونفس النشاط بيمارس في نفس المكان وبالتالي يمتد عقد الايجار. تمام. في سؤال ثاني. نعم. تشربني. الصوت عالي. الصوت عالي. ما يعني عامل كرب. طالما تمارس نفس المشاكل ما يقدرش يطولك وتدفع القيمة الإيجابية طبعا. شكرا أستاذ أحسن. شكرا. أستاذ نصر نعود مرة أخرى إلى الحبس الاحتياطي. نعم. الحبس الاحتياطي حضرتك ذكرت إنه هو بيكون في قضايا معينة تتطلب التحقيق فيها بقاء المتهم. تمام. حبسا احتياطيا. لا الأسباب على فكرة نتكلم عن الأسباب ونتكلم عن القضايا اللي ممكن يكون فيها الحبس الاحتياطي ده جائز زي إيه؟ بص طبعا كل الجنح والجنايات جائز فيها الحبس الاحتياطي. حتى ما حضرتك ذكرت في مقدمه الحلقه في بدايتها ان عقوبه الجنحه بتكون غرامه الحبس. هو بص اقصى مده في الحبس الاحتياطي للجنحه 3 شهور. نعم. ولكن غالبا ما بيوصلش الحبس الاحتياطي للجنحه للثلاث شهور. يبقى تم تصرف النيابه في الجنحه يا اما بحجز القضيه او بنزولها جلسه او تحديد جلسه لمحاكمه المتهم. نعم. ولكن زي ما قلت انا ان الحبس الاحتياطي هدفه ايه؟ التحفظ على المتهم خشيه التاثير على أدلة الدعوة أو على إجراءات التحقيق بتاعت النيابة. نعم. أديك مثال يعني مثلا متهم في قضية حبس احتياطيا لأن مطلوب من ضمن قرارات النيابة سماع شهود فلان وفلان حتى لو أثر على هؤلاء عليه. نعم. أو مطلوب الضابط اللي عمل القضية يسأل فربما لما يخرج يكون له تأثير على الضابط يحاول يوصل له يسنيه عن شهادته الكلام ده كله أو يكون في متهمين آخرين هربانين فلو خرج المتهم دوت ربما يكون له تاثير في اتصاله بباقي المتهمين عشان اجراءات التحقيق فهي اسباب بتقدرها سلطه التحقيق اللي هي النيابه العامه وهي اللي بتقول ده يحبس او يخرج طبعا النيابه على طول الخط زي ما هو متعارف للساده المشاهدين والعامه ضد المتهم ضد المتهم النيابه ضد المتهم لان النيابه هي ممثله المجتمع هي بتمثلك وبتمثلك وبالتالي حتى دايما بتشوف ان هي دايما بتطالب بتطبيق اقصى عقوبه برافو عليه نعم. بتنزل عليه يعني بتوجه له اشد الاتهامات وتطالب بتطبيق اقصى عقوبه على اساس ان المتهم ده ارتكب جريمه مخالفه للقانون مثلا ولكن اللي بيخضع بقى اللي بيقدر العقوبه دي وبيشوف مدى ان كانت النيابه صريحه من عدمه هو القاضي اللي بينظر القضيه بقى نعم فالحبس الاحتياطي هو اجراء تحفظي على المتهم لحين استكمال اجراءات التحقيق بيبقى وجهه نظر النيابه العامه فيه يعني عضو النيابه اللي بيحقق في القضيه او عضو النيابه يمثل النيابه دايما اجراءات الحبس الاحتياطي بيبقى سلطه النيابه 4 ايام، النيابه اللي هو المحقق اللي حقق في القضيه 4 ايام على ذمه التحقيق، بعد كده بينظر امر تجديد حبس المتهم من عدمه قاضي بيسمى قاضي المعارضات او قاضي التحقيق، القاضي ده له سلطات في تحديد مدد الحبس الاحتياطي يمكن في الاول لازم تكون 15 في 15 في 15 لا تزيد القرار بتاع حبس المتهم احتياطيا عن 15 يوم وبعدين ينظر تجديد حبسه ممكن يديله 15 يوم او يخلق سبيله وبعدين المره الثالثه 15 يوم 45 دي اللي بيسموها امام المحكمه الجزئيه او قاضي المعارضات نعم سلطته 45 مجزئين على 15 ننتقل بعد 45 يوم دول بيطلع تجديد حبس بينظرها حاجه اسمها غرفه مشوره ومحكمه جنح او محكمه دايره مدني كلي بتنظر امر تجديد حبس المتهم ولها سلطه 45 يوم في 45 يوم يعني 90 يوم
تديله برضه 15 في 15 في 15 15 في 30 في 15 ها 30 في 30 يعني دي سلطه المحكمه. وفي الاول وفي الاخر انا بقول لحضرتك ده قرار وليس حكم. نعم. المتهم احتياطيا على ذمه القضيه هو قرار وليس حكم، ومش معنى اخلاء سبيله في القضيه ان القضيه انتهت، هو بيخلى سبيله على ذمه التحقيقات في القضيه لحين الانتهاء من التحقيقات، وفي الاخر النيابه هي اللي بترفع الملف للمحاكمه الجنائيه او بتحفظ القضيه. استنى عشان يعني متوقي دقائق معدوده وتنتهي الحلقه، ففي بعض الاستشارات برضو السريعه اللي ممكن تساؤلات جاتني قبل بدايه البرنامج. في واحده يعني بعيد عن جوزها، هي مع اهلها وجوزها مع اهله في خلاف جامد لم يصل الى حد الانفصال او الطلاق، ولكن هذا الخلاف قائم بين العائلتين. وهو يعني هو الزوج بيصرف عليها، ولكن ما فيش شقه، مش جايب لها شقه لان خلاف كبير وصل الى حد اهانه هذا الزوج. هما كانوا مقيمين فين؟ كانوا قاعدين فين؟ كانوا مقيمين في شقه، كانوا قاعدين في شقه مع بعض، بس هي اهانته اهانه عملت فجوه كبيره وخلاف كبير بينهم. نعم. فهم من بعاد عن بعض بقى لهم فتره، فهل موضوع الشقه دي من حقها ان هي تطلبوا بيها ان هي حتى لو كان خلاف قائم؟ طبعا هو منزل الزوجيه ده شرط اساسي. نعم. يعني من الناحيه القانونيه والناحيه الشرعيه ان تكون قانونيه من حق الزوجه كلها ماسكه، وكفل لها القانون انها تطالب باجره مسكن، ها، ولازم الزوج يوفر لها مسكن تقيم فيه عشان نعم. تستقيم الحياه الزوجيه وتستقيم الاسره، لازم يكون مكان يجمع الزوج والزوجه. يعني في احيانا في بعض الاحيان يكون الزوجه متزوجه في بيت اهل الزوج، اهل الزوج قاعده مع والده ووالدته، ان لم ترتضي بهذه الحياه من حقها يكون لها مكان مستقل لابسط حقوقها. صحيح. وبالتالي هذه السيده اللي حضرتك بتتكلم عنها من حقها يا اما ترفع عليه دعوه اجر مسكن او توفير مسكن دي على اساس تلزمه تبقى للقانون وفر لها ايا كان، بس المهم مكان مقفول عليها، مكان مقفول ليها استقلاليتها ولها بيتها ولها حياتها بابسط حقوقها اللي كفلها القانون الشرعي. طيب يمكن موضوع اليمين دول مثار حتى اعلاميا، موضوع حق الرؤيه. نعم. هل من حق الرجل في حاله الخلافات مع زوجته سواء انفصال او غير انفصال ان يرى اولاده، وما هي القوانين المنظمه لهذا الامر؟ هو في قانون حق الرؤيه اجاز للاب عشان ما يتحرمش من اولاده ان يرفع دعوه يختصم فيها زوجته ويطلب من المحكمه ان تحدد له يوم في احد الاماكن العامه او النوادي او الاحزاب مقر حزب، يعني ان يشوف اولاده لمده 3-4 ساعات مره اسبوعيا. نعم. دي دعوه بتترفع امام محكمه الاسره بعد ما بيرجع الزوج اولا لمكتب التسويه ويقول انا ما بشوفش اولادي وعايز اشوف اولادي وبعته لزوجتي عشان تسمح لي اشوف اولادي. لما بيبعت مكتب التسويه اللي داخل محكمه الاسره والزوجه بترفض مثلا توري له اولاده او ما بتحضرش جلسه التسويه، من حق الزوج يرفع دعوى رؤيه. ولكن موضوع الرؤيه ده للاسف الشديد هو عامل مشاكل كتير في مجتمعنا. نعم. وفي في في بديل ليه او في كلام ليه من سنين، يعني مش جديد، عن حق استضافه الاب لاولاده في حين الانتقال. بس اعتقد لم يصدر قانون بيفعل حتى القانون، لان نعم. برضه له مخاوف وفي سلبيات وفي ايجابيات وفي لغط كتير عليه، لان برضه الزوجه تقول لك طب ما انا ممكن اوديهم لابوهم يستضيفهم يوم وما ارجعهمش بعد كده، ففي تخوف. هي الموضوع كله في الاول وفي الاخر معلش عارف ولا ثقافه بين الزوج والزوجه لمصلحه الاولاد الصغار، يعني لازم يكون عندهم من الثقافه والرؤيه اللي يحاولوا ان هم مهما كان الخلاف بينهم او اذا كانت الحياه لم تتحقق ما يكونش ده مؤثر على الاولاد وتربيه الاولاد. الاولاد في حاله الانفصال هم الضحيه، الا اذا ان الام والاب راعوا كده وكانوا مستوعبين ان الاب موجود في حته تانية من حق اولاده يشوفوه ويقعدوا معاه، وكذلك الام اللي عايشين معاها هؤلاء الصغار هي المفروض ما تقوهمش على ابوهم، ما في سيدات للاسف الشديد بتقعد الاطفال الصغيرين دول تحقنهم على ابوهم وتسوق سمعته بالكذب لمجرد الكذب ليه او غزها منه او الخلافات اللي بينهم، ما هو ده اللي بتاثر الصغير. فمش معنى ان في انفصال ان نيجي على مستقبل الصغار وتربيه هؤلاء الصغار، لازم يراعوا الموضوع ده. فحق الاستضافه حتى الان لم يصدر قانون بيه، ربما مستقبلا يصدر قانون بوضع ضوابط عشان برضو بعض الازواج ما ياخدوش الاولاد وعندا وكيدا في الزوجه ما يرجعوش الاولاد تاني، فعايزه موضوع ده ضوابط. ولكن الرؤيه من حق الاب انه يرفع دعوه رؤيه ويتحصل على حكم برؤيه اولاده مره في الاسبوع في الاماكن العامه،
إن لم تنفذ الزوجة حكم المحكمة بالسماح للأب برؤية أولاده، من حق الأب يرفع عليها جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي، لأن ده حكم قضائي، وكل ممتنع عن تنفيذ حكم قضائي يعاقب بالحبس، وتكيف الواقع دي جنحة تبقى للقانون ويتحبس لو ما نفذش حكم القضائي. سؤال إعلامي بقى، عشان السؤال ده يمكن اللي كلفني بيه أحد الإعلاميين يعني. كان في يعني برنامج بيتقدم، وكان خلال هذا البرنامج كان في ممكن نقول طرح موضوع هذا الموضوع على عكس رغبات البعض اللي هم طبعا البعض القائمين على هذا البرنامج يعني، فأوقفوا البرنامج وعملوا مشاكل وأوقفوا رئيس تحرير البرنامج وفي الاخر رجعوه برئيس تحرير تاني. نعم. هل من حق هذا الرجل ان يطلب تعويض؟ هل من حقه ان هو ان البرنامج يرجع له؟ ايه بالظبط حضرتك يعني هل بتتكلم عن هو الموضوع لا لا يعني هي قناه خاصه. نعم. قناه خاصه، اذا في عقد. نعم. بيحكم علاقه الاعلامي بهذه القناه. نعم. هذا العقد له بنود على كل من الطرفين ان يلتزم بهذه البنود، فحسب بنود هذا العقد هل بتدي الحق للاعلامي في حاله زي اللي حضرتك عليها دي انه يرجع للقضاء في مطالبه بالتعويض عن اضرار ماديه ومعنويه العقد به ولا لا؟ فالعبره هنا بنصوص هذا العقد حسب ما ينص عليه العقد. ولكن الاعلامي ده هو من حقه داخل هذه القناه، كل قناه طبعا بيحكمها روابط ولوائح بتمشي عليها طبعا، مش داخل القناه انا لا ما طبعا بتكلم على العموم يعني. نعم. فبتحكمها لوائح وكده، في اداريين بيديروا هذه القناه، في رئيس قناه، في مدير قناه، يتقدم بالشكوى ويشوف الموضوع ويحقق فيه داخليا يعني. حسب بقى لو ما تحلش الموضوع داخل القناه، العقد هو اللي بيحكم الموضوع، هي تطلع على العقد ويشوف بنوده بتقول ايه، وان كان هناك في بند بيديله الحق انه يقابل القناه ويرفع تعويض فورا يرفع تاسيسا على هذا البند. تاسيسا على العقد والبند. طب سؤال بقى عنا عشان فاضل دقيقتين بالظبط نكتب يا فندم. كتير من الناس بيشتكوا من عدم تفعيل القوانين، وبيشتكوا من تاخير استعاده الحق. ده بيرجع ليه؟ لا احنا هنفرق هنا عدم تفعيل قوانين. انا اتفق معاك ان هناك قوانين حبر على ورق، تمام، ده موجود بالفعل، وفي قوانين كمان لا تناسب المرحله دي، صحيح، وبالتالي احنا محتاجين تعديلات ومحتاجين تفعيل لهذه القوانين اللي هي حبر على ورق. وهديك مثال يعني قانون الطفل لسه كنا بنتكلم في بدايه الحديث عنه، هناك في بعض المواد لا تفعل حبر على ورق. صحيح. زي ايه مثلا؟ اديك مثال، في بند في قانون الطفل بيقول ان داخل كل محافظه بتشكل لجنه يراسها المحافظ لحمايه الاطفال ورعايه الاطفال وحقوق الاطفال. الكلام ده حبر على ورق، لكن على ارض الواقع احنا مش شايفين الكلام ده. فاحنا محتاجين فعلا تعديلات في بعض القوانين وتشريعات جديده تناسب المرحله اللي احنا فيها ده، وده مش هيجي لما يكون في لجنه تشريعيه وبرلمان يعني. في الحالي ده اعتقد ان النظام الحاكم او القياده السياسيه بتسن قوانين اللي هي حاله يعني، مثلا نقول في بعض المحاكمات حتى البسيطه بين الناس بيشتكوا البعض من مماطله، ومعذره انا اذا كنت اتحدث عن لا انا اتحدث ليس عن القضاء ولكن اتحدث عن بعض المحامين لو تعذرني حضرتك، في اللي هم ممكن يكونوا محامين المجني عليهم او محامين الجناء عفوا اللي بيحاولوا يمطلوا في القضيه، عمليه المماطله دي لها ضوابط ولا مالهاش ضوابط؟ لا ليها ضوابط طبعا. نعم. اولا القاضي اللي بيمضي القضيه قدامه خصمين، هم اثنين محامين خصمين. نعم. هو بيقدر يقدر ان كان اي من الخصوم بيمط في الدعوه من عدمه، هو قادر ياخد الاجراء الحاسم في حتة ان احد الخصمين من السادة المحامين بيمط في القضية، لا مش هو ده السبب، هو تطويل امد التقاضي له اسباب كتير، اسباب ان انت كمواطن مصري وده صحي مش وحش بتلجأ للقانون عشان يجيب لك حقك، وبالتالي متكدسة المحاكم بالقضايا والاوراق والكلام ده كله، القانون بيطبق بس القاضي قبل ما يطبق القانون
لازم قدامه خصمين يديهم حقوقهم كاملة جميل. في إبداء دفاعهم ودفوعهم وتقديم مستنداتهم ومذكراتهم، وعشان كده بتاخد قضية أجلات في المحكمة إلى أن بس طبعا أكيد لها ضوابط طبعا، وعايزين إن شاء الله الحلقات الجاية نستكمل الضوابط دي يا فندم إن شاء الله، عشان هي وقتنا انتهى بقاله فترة. بشكر حضرتك جدا جدا على تشريفك لينا النهاردة. أعزائي المشاهدين، بنشكر ضيفنا العزيز الاستشاري مؤمن العقيلي المحامي بالنقد المستشار القانوني المعروف، ونلتقي بكم مشيئة الله تعالى في حلقات قادمة من برنامج استشارات قانونية، مع تحياتي عمرو لطفي، شكرا وإلى اللقاء.